نهدف في عام 2023 إطلاق 3 محافظ للأثر والاستثمار الاجتماعي والاستدامة، تحتوي على 17 مبادرة و91 مشروعاً، 35% منها مشاريع مبتكرة، وذلك للوصول إلى أكثر من 85 ألف أسرة مستفيدة بأثر مباشر عبر تقديم أكثر من 120 ألف خدمة في بناء قدرات الأسرة وحمايتها. يمر التخطيط في الجمعية بثلاثة مراحل، تبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم التصميم ثم التخطيط، وتأخذ هذه المراحل مدة زمنية تقارب الشهرين. تمامنا خلال مراحل إعداد الخطة التنفيذية الثالثة لاستراتيجية الإدغام لعام 2023 على أن تكون جميع برامجها ومشاريعها وانشطتها مرتبطة برؤية المملكة. في عام 23 مودة حتطلق محفظة صناعة الأثر اللي فيها 7 مبادرات رئيسية. هذه المحفظة حتعالج أهم قضايا التركيز الاجتماعي في عام 23، وهي التربية الوالدية السليمة، الاتصال العاطفي بين الزوجين، التخطيط للأسرة، والصراعات بعد الانفصال. محفظة صناعة الأثر حتقدم خدمات 73 ألف مستفيد، عدد 97 ألف خدمة، تمكين المرأة اقتصاديا بنسبة 90%، حل المشكلات الأسرية بنسبة 60%، زيادة وعيهم بنسبة 70%، وإغلاق حالات العنف وتقديم الحماية لهم بنسبة 95%. تعمل إدارة الاستثمار الاجتماعي في الجمعية عبر 6 مبادرات: مركز الكفاءة للتطوير المهني للممارسين المتخصصين، المشاريع والمنافسات الحكومية، شركة المودة الوقفية الاستثمارية، دار قرة عين لضيافة الأطفال، مركز تصميم الدراسات والبحوث الأسرية، وتطبيق الأسرة السعودية لتقديم الاستشارات الأسرية. في عام 2023 والذي هو عام التحول، تسعى جمعية المودة لتطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني للتنمية في القطاع غير الربحي بنسبة 8.9%، وتطبيقا لمنهجية التحسين والتطوير المستمر التي تنتهجها جمعية المودة، نسعى من خلال لجنة التدقيق والداخلي والحوكمة لتطوير سياسات واللوائح والأنظمة، والتي بلغت أكثر من 50 سياسة ولائحة ومنهجية لتطبيق معاييرها بإذن الله. نسعى الجمعية إلى بناء بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والابتكار، وتطوير مهارات وقدرات فريق العمل ليصبح فريق عمل ذو كفاءة يسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية. وفي العام 2023 تستهدف الجمعية تطوير مهارات فريق العمل من خلال حصول كل موظف على 4 دورات تدريبية، وتمكين 4 قيادات شابة من الصف الثاني. كما تستهدف الجمعية استقطاب المتطوعين المتخصصين لخفض هيكل المصروف بقيمة 650 ألف ريال بحول الله تعالى. فيما يخص ملف الاستدامة المالية لجمعية المودة، هي نسعى اليوم في الجمعية إلى تعزيز وتنمية الموارد المالية من أجل تحقيق الاستدامة من خلال عدة محاور. أولها وأهم اللي هي التبرعات واستقطاب الجهات المانحة والداعمين لتعزيز إيرادات الجمعية بشكل رئيسي. وهناك أيضا محاور مساندة وموازية لهذا المحور، وهي الصندوق الوقفي والمحفظة الاستثمارية للجمعية. كل هذه المبادرات والمهام التي نسعى إليها في لجنة الاستثمار وإدارة جمعية المودة من أجل تحقيق الاستدامة المالية والتأكد أن الجمعية تقدم خدماتها بشكل مستمر دون أي انقطاع للمستفيد النهائي للجمعية وهي الأسرة. في عام التحول 2023 تسعى الجمعية من خلال منظومة الأثر لإحداث أثر أعمق في حياة الشرائح المستهدفة من الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن والمختصين، ومن خلال دراسة احتياجات الأسرة وتحليل توجهات ذوي المصلحة تم تحديد 4 قضايا اجتماعية خلال عام 2023: قضية التربية الوالدية السليمة، قضية الانفصال العاطفي بين الزوجين، قضية التخطيط للأسرة، والصراعات بعد الانفصال. تعمل إن شاء الله إدارة المالية للجمعية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، ونهدف لتحقيق مؤشرات السلامة المالية بنسبة 100%، وتهدف موازنة عام التحول إلى التالي: تحقيق أهداف الاستدامة المالية، كفاءة وترشيد الإنفاق، تحقيق مؤشرات السلامة المالية، الاستدامة وتحديد الموارد المالية. كما تستند الجمعية في تحديد
وتوقع موازنتها التقديرية على النقاط الرئيسية التالية: عقود الإسناد الحكومي ومواثيق المشاريع لعام 2023، وكذلك خط الأساس لتوسط مصروفات الجمعية خلال الخمس سنوات الماضية. تهدف الجمعية في العام 2023 إلى صناعة قصة تحول من خلال ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول صناعة التحول في الأثر من خلال تعميق الأثر في المبادرات الرعوية والتنموية التي تنفذها الجمعية. هناك أكثر من 35% من هذه المبادرات والبرامج والمشاريع برامج ومشاريع مبتكرة. أيضاً كذلك تحاول صناعة قصة تحول من خلال الاستدامة المالية. تهدف الجمعية إلى الوصول لاستدامة لأكثر من 100 مليون ريال في العام القادم، وأيضاً كذلك تهدف إلى صناعة قصة تحول في الوصول للعالمية من خلال استضافة إما مبادرات عالمية معنية بقضية الأسرة أو توصيل قيمنا الإسلامية وقيمنا التراثية المعنية بالأسرة وقيمنا الاجتماعية إلى العالمية بالشراكة مع القطاع الحكومي. شكراً شركاء المودة، شكراً للمانحين اللي قدموا دعمهم اللامحدود لجمعيتهم المودة، شكراً لأعضاء الجمعية العمومية، شكراً لأعضاء مجلس الإدارة، شكراً لفريق العمل، شكراً لجميع أصدقاء المودة، شكراً للعاملين في الميدان من مستشارين ومستشارات ومصلحين ومصلحات، وأيضاً كذلك شكراً للمدربين والمدربات والأخصائيين والأخصائيات الذين بلغ عددهم هذا العام أكثر من 400 عامل وعاملة في فريق المودة في هذا العام. تشرفنا بالعمل معكم، ونتشرف بصناعة قصة تحول جديدة للعام 2023.